تحت رعاية الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، يستمر معرض المنتجات السورية في مدينة معرض دمشق الدولي لغاية 25 واحد. يتم خلال المعرض بيع وعرض المنتجات السورية من المنتج إلى المستهلك مباشرة: الألبسة الجاهزة، ألبسة تريكو، الألبسة الرياضية، المعاطف، الغباني ومطرزات، الأحذية والجديات، عطورات وبطاقات لكل المناسبات. 70 شركة منتجة، والبيع بأسعار مخفضة. تنظيم الفائق للمعارض تحت رعاية الدكتور محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. يستمر معرض المنتجات السورية في مدينة معرض دمشق الدولي لغاية 25 واحد. يتم خلال المعرض بيع وعرض المنتجات السورية من المنتج إلى المستهلك مباشرة: الألبسة الجاهزة، ألبسة تريكو، الألبسة الرياضية، المعاطف، الغباني ومطرزات، الأحذية والجديات، عطورات وبطاقات لكل المناسبات. 70 شركة منتجة، والبيع بأسعار مخفضة. تنظيم الفائق للمعارض.